كيف تحمي كليتك يعني؟ السؤال ده يعتبر من أهم الأسئلة اللي ممكن إن هي توصل للناس، على أساس إن إحنا في مرضى بنقابلهم كتير قوي إن هو ما يكونش عنده أعراض لحاجة، ما يكونش في أي مشكلة عنده طبية، لكن بيجي لنا في مراحل نهائية بفشل كلوي مزمن. فعشان كده إن إحنا محتاجين إن هو نزود الوعي بتاع الناس على أساس إن هو يحافظ على الكلية بتاعته. لو إحنا اتكلمنا إن إحنا إزاي هنحمي الكلى، في حاجات أساسية مهمة كبيرة معروف ان هي لو موجودة بيبقى ان هي تؤدي الى فشل كلوي. فعشان كده ان احنا محتاجين ان احنا نحمي نفسينا، وبالتوعية ان احنا نقدر نحمي نفسينا ونحافظ على الكلى بتاعتنا. من احد يعني اشهر الاسباب اللي هي مرض السكر، وان احنا نحافظ على مستوى مناسب للسكر، مستوى يكون ما يأثرش على الكلى في حتى بعد مرور السنين. السبب الثاني هو ضغط الدم، وان انا اقدر اتحكم في السكر والضغط بقدر كتير ان انا احمي الكلى واحافظ عليها. نقطة مهمة تانية لاستخدام الادوية ومنها المسكنات والمضادات الحيوية، والاستخدام السيء للادوية بدون استشارة الطبيب ده بيكون احد اشهر الاسباب ان انا المريض يجي لي بفشل كلوي مزمن. كمان نقطة يمكن بدأ يبقى فيها وعي اليومين دولا، ان احنا استخدام الاعشاب بصورة سيئة، وان احنا في يعني حاجات كتيره ادويه التخسيس اللي هي مجهوله المصدر ومش عارفين مصدرها ايه، الاعشاب اللي احنا مش عارفين هي جواها ايه، دي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. كل الحاجات دي ممكن يبقى ليها تاثير على الكلى وممكن تؤدي الى مشاكل مزمنه وتؤدي الى لا قدر الله الى فشل كلوي. محتاجين كمان ان احنا المشكله الكبيره اللي العالم كله بيقابلها دلوقتي زياده الوزن، محتاجين ان احنا يعني زيادة الوزن نفسها هيبقى لها تأثير على الكلى وممكن تجيب لنا أمراض في الكلى، ممكن تجيب سكر، بتجيب ضغط، بتجيب اضطراب في الدهون. فعشان كده لازم نهتم ان احنا يبقى المريض له الوزن المثالي بتاعه، اي شخص عادي ان هو يظبط اكله، يمارس رياضة على اساس يحافظ على وزن مثالي، ان هو هيحميه من الامراض اللي ممكن تصيبه. وممكن احد اسباب الامراض دي ان هي ممكن تؤدي الى قصور في الكلى ولا قدر الله فشل في الكلى. شكرا.